عشان عيد ميلادي جبتها بقى هدية فول جايز. فيلا بينا نبدأ الفيديو. مستني اعمل لودنج وانا هتلاقوني بط فيها شوية علشان بلعبها كتير. اول ما لعبت اللعبة دي ما عجبنيش حاجة في دماغي، يعني فيها تيمز، يعني انا نزلت اللعبة دي من 25 25 ايجر او 27 او 6 مش فاكر. فبس يلا نلعب. لو عاوزين فيديو في كول اوف ديوتي اكتبوا كومنت، عشان عندي كول اوف ديوتي، فاكتبوا كومنت تحت قولوا لي انتوا عاوزين كول اوف ديوتي ولا لا. ايوه دي عملوا مود بكورة يا جدعان. ايوه نفسي بيا قوي، عاوز هناك انا نفسي. قولوا لي انتوا ليه بتحبها؟ انا بحبها، بحب انا السيمات انا. اخيرا لا دي كورتين. يا نهار اسود انا لازم اروح Let's go, winner. حابين كذا يعني انا مش عارف. Thank you.
كده. يلا ايه على الاقل نجيب جول يا جدعان، على الاقل جول شرف كده. النيت ماشي بجول شرف كده. الفريق ايه ده؟ جول شرف شافني كده. لو عايزين يا جماعة ألعب كول أوف ديوتي اكتبوا في الكومنتات في الفيديو ده. شكلي مش هفوز، شكلي انا مش واثق. Thank you.
تنسوا اللايك الشير الكومنت واشوفكم الفيديو الجاي وقولوا لي عاوزين العب كول اوف ديوتي.